مين الغيتك اللي بيتكلم دلوقتي؟ ده عمر. لا اخويا مش غيتك، اخويا شربان. افتح السبيكر. ماشي. ايوه يا عمر. الحقني الحقني يا حسام، الحقني يا حسام، عمر يا حسام، عمر يا حسام، عمر عمر مات، عمر مات. مات ازاي؟ اقفل 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 يا حسام، ايه التهريج الزباله ده؟ بتكمل اللي اختها عملته. استنى استنى. ايه؟ هو انت هتصدق الهبل ده؟ هو انا عايزه اعرف انت واختك عايزين مني ايه بالظبط؟ مش كفايه اللي اختك عملته؟ اه يا عمر، اه يا عمر، اه يا عمر، اه يا عمر. شفت شفت قفلت في وش الحيوان، قفلت في وشي. انا هكلم لك عمر واثبت لك انها كذاب. الحاجات ما فيش فيها تهريج يا منار. يعني ايه هتصدق الهبل ده؟ يعني عمر مات؟ انا هتصل بيه دلوقتي هوريك انها بتكذب. هتصل بيه اهو، جرس اهو، وربنا لا اروح اجيبها من شعرها. الو. ايوه يا عمر. الحقي يا منار، الحقي يا منار، عمر يا منار. اخوك اخوك مات. مات؟ مات مات ازاي؟ يعني ايه مات؟ ردي عليا. اخوك مات يا منار. اه يا عمر، اه يا عمر، اه يا عمر، ردي عليا. اخويا مات ازاي؟ مات ازاي؟ ردي ردي عليا. يعني ايه مات؟ يعني ايه مات؟ انت ساكت ليه؟ ساكت ليه يا حسام؟ قول انها كذابه. ساكت ليه؟ رد عليا. ما بتتكلمش ليه؟ عمر ما ماتش. بتقولي مات؟ مات يعني يعني خبطته عربيه ولا حد قتله؟ ده لسه ما وصلنا. مش مصدقه يا حسام، مش مصدقه اللي بيتقال. لا اخويا ما ماتش. قوم نروح، قوم نروح لهم. يلا قوم قوم نشوفها بتحرك. اخويا مات؟ يعني ايه مات؟ عمر عمر عمر. قوم يا عمر، رد عليا يا حبيبي. عمر احنا في بينا كلام كتير ما تقلش. قوم يا اخي بقى.